معكم صلاح دبوش، موتو كلوب اكادير. نهضر لكم على مايا، لونديرو مايا، ايبون مايا. دوزناه في 2010، كان معتبر، كان مزيان سانسيرمون بالنسبه لاورغانيزاسيون لا كورس لاربيتراج، كلشي كان ناضي. المشكله يعني اللي عندنا هاد الخطره هاد العام هي بغينا نعاود نشاركو فيه، ولكن المشكل اللي كاين هي بان ما بغوناش، هما ما خلاوناش نشاركو فيه، مع منعو علينا باش نشاركو في هاد لونديغو هاد العام. وهادشي ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. و المهم اللي بغيت نقول هي بان نورمالمون خصهم يخليونا نشاركو، لحقاش هما جايين من الخارج باش يشاركو في بلادنا، وحنا مغاربه اولا، دونك عندهم لوبليغاسيون باش يخليونا نورمالمون نشاركو معاهم في هاد لونديغو. دونك دابا حنايا غاديين لهاد لونديغو مايا، شحال بقات لينا دابا؟ 24 ساعه، بقات لينا تقريبا 24 ساعه للديبار ديال هاد لاكورس. غنشدو الطريق ان شاء الله واحد شويه المرزوقه. ولو بروبليم اللي عندنا هي اولا ما تقيدنا في هاد المرزوقه، ما خلاونا نتقيدو في هاد لونديغو د مايا حتى نشوفو لينا حلقنا صراحه الله. سي تادير جوسكو ديرني مومون سافي با سي اون لي سانسكري وي او نو، اسكو نيتا اكسبتي وي او نو. دابا حنا غاديين يزو اكسبتي لاسكريبسيون تاعنا، ولكن الحاجه اللي داروا هي زادوا لينا في الطريفه اللي هي ماشي معقوله. كنا تقلب تقيدنا في 2010 بواحد الطريفه، وهاد العام داروا لينا طريفه جديده، زادوا لينا في الطريفه بزاف بزاف، هي ماشي معقول. دونك اللي بغيت نقول هي دابا حنا غادي نمشيو ان شاء الله، ولكن حنا مازال كاع ما عرفنا فين غادي نباتو. قبلونا الانسكريبسيون، ولكن دابا لو بروبليم تاع لا فيديراسيون غاديين حنايا الى يومنا مازال تيتفلاو علينا، مازال ما عرفنا فين غنباتو. قالوا لينا غادي نعسو في واحد لوطيل، هو 500 متر على لوطيل فين غينعسو كاع المشاركين. وعلاش حنا ما نباتو في هاد لوطيل مع هاد المشاركين؟ ياك مشاركين معاهم مخلصين، ومخلصين كتر من حقنا، علاش ما يخليونا نباتو معاهم؟ حاجه ثانيه، ابارامون قالوا لنا بان ما بقيناش غنباتو في داك لوطيل تاع 500 متر، صيفطونا على واحد اللي فيه واحد 10 كيلومتر، 9 ولا 10 كيلومتر. قولوا لنا بغينا نعرفوا حنا كيفاش غادي نديرو بالنسبه فاش تدخل نيتواج دي ماشين، بريفين، العشاء، تستريح، الدوش وتنعس. كيفاش غادي نديرو حنا هاد لي ترونسفير؟ واش حنايا ماشي مسابقين معاهم، ولا حنا معزولين؟ حنا راه مغاربه بالشرف ديالنا، خصنا نورمالمون نشاركو معاهم. ولا فيديراسيون ديالنا تهزنا حنا الاولانيين، حنا اللي تهزنا للسما، تهزنا تقول لنا اجيو نتوما فيزيت لي ريبريزونطون ديال المغرب في هاد لاكورس ديال لونديغو دي بون مايا. انايا جيت في لونديغو مايا شاركت فيه تاع 2010، جيت لو ثوازيام، طلعت البوديوم. نتمنوا الخير ان شاء الله في هاد لاكورس، ولكن غير حاجه وحده، حقرونا هاد الخطره. ايوا دابا نشوفوا ان شاء الله كومون سافا سباسي مين نحكو مرزوقه، واش غيلقاو لينا واحد الحل باش نباتو معاهم ويعتبروا بينا مشاركين بحالهم بحال الاوروبيين و ميم نيفو، ولا غادي يعزلونا يكونوا معزولين. السلام عليكم. للعلم اننا شاركنا في ايبون مايا في 2010، وكان كان ممتاز السباق. اللهم كان بعد احتكاك مع المغاربه، وللاسف ان البيلوت صلاح دبوهوش طلع في المرتبه الثالثه، وكان المفروض يستحق المرتبه الثانيه، مما لجأوا لان يعني ياخذونا عن الحق الثاني. ليش؟ لان خايفين من سبونسورينغ اللي هو في اوروبا. ليش المتسابقين تبعهم تبع الدول الفرنسيه يروحوا لهم هاد الممولين تبع الرياضه؟ فلهذا السبب اعطوه المرتبه الثالثه، وخوفا من المغاربه في مشاركتهم في 2011 ولا 2012، لان مستويات المغاربه صارت كلها كتنافس المستويات الاوروبيه حتى لو بدقائق وثواني، صاروا يبغون يلغون المغاربه من السباق كاملا، لان الاهميه عندهم الاول الاوائل والثانيين
الاوائل في لازم يكونوا فرنسيين لانهم بياخذون اجره ودعم من 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 الشركات الكبرى. هم ما كيهمهم المغاربه. وللعلم على ان الجامعه الملكيه ما جات لا السباق مثلت المغاربه لا في 2010 ولا في 2011 ولا في 2012. حتى اننا لما تكلمنا مع فيرو اللي هو منظم مايا قال انا هذا مش شغلي، هذا شغل الجامعه الملكيه. انا خلاص دفعت بالنسبه للاجر تبع الامور على الحدود المغربيه، وانا هذا مش شغلي. يعني احنا الضحيه بالعلم على ان طلبوا منا مبالغ هائله 1150 اورو للشخص، وللعلم على ان كنا مغاربه وكنموتوا على الوطن المغربي. انا جاي من دوله الامارات العربيه، جاي بدراجتي وكل شيء تبعي. بالنسبه لي المبلغ ما بيهمني. العلم ان المغاربه ثلاثه جاي من فرنسا وعندهم مشاكل، عندهم شغل، عندهم كل شيء. وللعلم ان عندنا مغاربه في اغادير يعني عندهم مؤهلات يعني كبيره، ولا عندهم دعم حتى من الجامعه عشان تساعدهم. حتى اننا لجأنا يعني اجتمعنا كنا وسوينا يعني ساهمنا مع هذا الصديق تبعنا على ان نشارك كنا في النادي. ويوميا يطلعوا لنا بمشكل ويطلعوا لنا بشيء جديد. ليش؟ على التعجيز، على ان ما نروح مايا لاخر دقيقه عجزونا على الكل. قالوا لنا بنحط لكم خيام تناموا فيها. قلنا لهم مش ما فيش مشكله. ليش؟ حتى لو حطينا على العلم المغربي بنا في الخيام، بس بنشارك على اننا مغاربه وحنبقى دائما مغاربه. وشكرا. من الجمع العام، منين رجعنا من الجمع العام ديال الجامعه اللي كان 14 يناير 2012، وحنا كنتفاوضوا مع السيد الرئيس على المشاركه ديال هاد الدراجين اللي هما من جهه الجنوب وسوس، ووعدنا بانه غيخلص لهم المبيت والماكل وغيحاول يلقى واحد لارونجمون مع السيد المنظم على اساس هاد الشباب يخلصوا واحد المشاركه رمزيه. ولكن مع كامل الاسف المساهمه هي كبيره، وهاد الناس هادو ما احترموش المغرب وما احترموش المغاربه. وهاد السيد كيهضر الاعلام وتيقول في المغرب يكفي اننا ناخذ واحد الرخصه عند والي وننظموا اللي بغينا. المغرب ماشي كوري.